طيب في ظل توقف الدوري بقى شيء رائع جدا الحقيقه، الحرص على العلاقات الطيبه جدا بين الانديه لا سيما الانديه الشعبيه. كابتن محمود الخطيب النهارده ومن يومين كمان لبى دعوتين كريمتين من الاسكندريه. كان زار نادي سموحه واستقبله الاستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحه، والنهارده كان في ضيافه نادي الاتحاد السكندري تلبيه لدعوه الكابتن او الحاج محمد مصيلح. دي زياره الاتحاد النهارده يا باشمهندس. الحقيقه الكابتن الخطيب قوبل بحفاوه كبيره جدا وترحاب يعكس حجم العلاقات التاريخيه بين الاهلي والاتحاد. شوف اللقطه دي مهمه جدا. لازم نبارك للاتحاد السكندري، عمل حاجه مهمه جدا جدا جدا. افتتاح المقر الجديد اللي هو هيعمل نقله نوعيه على مستوى ال 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 مش بس المنشآت الرياضية، المنشآت الاجتماعية، وهيريح الضغط جامد جدا جدا عن الموقع الغني جدا القديم اللي في الشاطبي بتاع الاتحاد السكندري، اللي يقدر من خلاله بقى دلوقتي لو عايز يعمل أي تسويق تجاري أو مالي هيعمل له نقلة جبارة يعني. لأن كل الملاعب كل البتاع في 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 نقلة مهمة لنادي الاتحاد السكندري حصلت النهاردة. وأنا من زمان كنت مندهش وكنت دائما في الحديث مع المسؤولين سواء في المحافظة في اسكندرية أو مع القيادات بتاعت الاتحاد السكندري، هو ليه ما بيتعملش يعني مقر جديد ويخلي إن في مجال استثمار اقتصادي جامد جدا. مبروك. وأعتقد إن الأستاذ محمد مصلحي بيواصل أيضا سلسلة التفوق في رعايته للرياضة والنهضة الإنشائية والاجتماعية في نادي الاتحاد السكندري. الحقيقه انا سمعت يمكن النهارده في التغطيه ديت الكابتن الجارم. لما تسمع الجارم بقى بتاريخه وبقيمته وبنجوميته وهو بيعتز جدا بهذه العلاقه اللي بين الاهلي والاتحاد، وعلاقته كمان على المستوى الشخصي بينه وبين الكابتن الخطيب وكاسره كره القدم، ازاي تقدر فعلا الانديه الشعبيه الكبيره تحدث هذه اللحمه يا باشمهندس؟ بص الاتحاد السكندري والنادي الاهلي لهم علاقات تاريخيه متجذره. كانت يبدا الموسم بمباراه وديه بين الاهلي والاتحاد السكندري. دائما كان الموسم يبتدي كده. بعد كده اتعملت الدوره الصيفيه لم يشارك فيها النادي الاهلي. هو النادي الاهلي كان بيعمل مباراه مباشره مع الاتحاد السكندري. زعيم القاهره وزعيم اسكندريه. ولذلك تجد الجماهير بينهم لحمه وعاطفه. دائما يعني. يعني احنا دائما يمكن من اول النتائج اللي بنسال عليها نتيجه نادي الاتحاد السكندري حتى اليوم يعني. فاحنا انا ملاحظ في الصوره النهارده حسام وابراهيم حسن طبعا كجهاز فني لنادي الاتحاد موجودين. لما انا عايز بقى اتوقف عند تحركات الكابتن الخطيب. اولا منطقي جدا الحرص من نادي الاتحاد السكندري على تواجد النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في هذه اللحظه، دي توثيق للعلاقه. والترحيب الفوري من كابتن محمود الخطيب ماشي برضه في سياسته الاخيره، انه لا بقى انا الاوان ان النادي الاهلي فعلا يمارس دوره مش الرياضي، دبلوماسيه الرياضه. ان هو يعني يروح في اينما كان ينبغي ان يتواجد هو متواجد. لقطه مهمه جدا، لقطه هيكون لها في عمق العلاقة يعني تدعيم خاص. زي ما قلت لك مبروك الاتحاد السكندري وكل الإشادة بتحركات الكابتن الخطيب اللي هو راح سموحة امبارح، النهاردة كان في الاتحاد السكندري، تحركاته مع النادي الإسماعيلي. دور النادي الأهلي ينبغي أن يستمر في هذا الاتجاه.